موجز الأخبار، أهلا بكم. مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على إرهابي اعترف بقتل أحد منتسبي القوات الأمنية. خلال حملة أمنية شرطة الأنبار تلقي القبض على عدد من المطلوبين للقضاء. شرطة واسط تنفذ حملة أمنية وتلقي القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين. خلال حملة أمنية القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في محافظة ديالى. إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما في محافظة الديوانية. شرطة ميسان تلقي القبض على متهمين اثنين بالقتل والاحتيال. محكمة جنايات ديالى الثانية تصدر حكما بحق مطلوب وفق المادة 405. الشرطة الاتحادية تصادر أسلحة غير مرخصة أثر نزاع عشائري في قضاء الشطرة. الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري قيادة شرطة بغداد الرصافة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تلقي القبض على منفذ جريمة قتل في منطقة العظمية وأربع متهمين آخرين لهم صلة بالحادث بينهم متهمة خلال ساعات قليلة من ارتكابهم للجريمة. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهمتين اثنتين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في كركوك. الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري مديرية الأمن السياحي تغلق 876 مرفقا مخالفا. الشرطة الاتحادية القبض على 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد وبابل. قوة من مكافحة الإجرام تلقي القبض على 6 مطلوبين بقضايا جنائية في محافظة الديوانية. مكافحة إجرام بغداد تجري ممارسات أمنية وتلقي القبض على متهم بسرقة 10,000 دولار من داخل عجلة في بغداد. القبض على شخص ينتحل صفة طبيب تجميل في بغداد الرصافة الثانية. القبض على شخصين ضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص. انتهى الموجز، تحياتي الإعلامي علي الدلوي.